أول حاجة المسيرة اللي كانت نحو مدينة العيون الشرقية كانت مسيرة ضمن البرنامج النضالي اللي سطروه التنسيقية نتاع الحراك الشعبي بالمدينة. مشينا في واحد الخطوة اللي كيعتبرها الجميع ولا الجماهير الشعبية كتعتبرها خطوة تصعيدية واللي كانت قوة ضاغطة على هاد الناس اللي ما بغوش يسمعوا صوت الشعب. حنايا مشينا كانت الظروف مشينا في واحد المسيرة بكم كبير وصلنا لمدينة العيون، كان استقبال من الإخوان ديالنا في مدينة العيون استقبلونا الحمد لله، فوتنا داك الشيء اللي بغينا. الناس المسؤولين ما عطاونا حتى جواب على المعتقلين ديالنا اللي حنايا مشينا باش نشوفوا جواب، بغينا رد على المعتقلين ديالنا اللي هما الدعين المصطفى وامين المقلش وعزيز بوتيش وبعض الاخوان حاسي بلال علائيين معتقلين ديالنا نفقوا لهم شي تهم اللي ما داروهاش، والجماهير الشعبيه كامله كتعرف بلي ما داروهاش. حنا مستعدين معاهم نضحيو، الجماهير الشعبيه مستعده تضحي مع المعتقلين. وكانت واحد الوجه ديال التضحيه في المسيره ديال البارح لمدينه العيون، مشينا بواحد الكم هائل واللي كنعتبروه سجل في التاريخ ديال المدينه، سجل في التاريخ ديال هاد المناضلين الشرفاء. حنا مع اولاد الشعب وغادي نبقاو مع اولاد الشعب، المعتقلين ديالنا ما غاديش تخلاو عليهم ويبقاو نقطه في الملف المطلبي. عندنا بدل الاقتصادي عندنا المحاسبات للمسؤولين وعندنا الماء والكهرباء، الاعفاء من الماء والكهرباء. زدنا نقطة رابعة هي إطلاق سراح المعتقلين واللي كنعتبرهم خوتنا وراهم كاع ولاد الشعب. ظروف الاعتقال كانت بواحد الطريقة هوليودية وبالأحرى نقولوا اختطاف، لقاش السيد إلا داير شي أكسيدو البالك اللي خرجوا به على أساس أنهم دايرين أكسيدو. أكسيدو أول حاجة كيكون استدعاء وكيكون استفسار، أما أنت غادي تجي غادي تعتقلوا بواحد الطريقة هوليودية وغادي تجبد عليه السلاح ومن الله ما عطوا واش غادي دير. راها الناس كتقول لكم الا كاينه قصيده ماشي هذه الطريقه التعامل مع المواطن، تعاملوا معاهم بجديه. الناس كاع راهم مسؤولين وعارفين بحق المسؤوليه في المدينه، الناس غاديين في السلميه باغي الحقوق ديالهم المشروعه. كنطلبوا من المسؤولين يتعاملوا معنا بجديه. المعتقلين راه ما غاديش يخليونا ننساو في القضيه ديالنا، ما غاديش ننساو القضيه ديالنا. عندنا ثلاثه ديال المطالب كما قلت، المطلب الرابع هو اطلاق سراح المعتقلين، ما غاديش نتخلاو عليهم. والا كانت المسيره ديال العيون ورقه ضاغطه عليهم باش يطلقوهم، غادي نزيدو ضغوطات اخرى عليهم باش نطلقوا سراح ديال المعتقلين. وكما وصلنا انهم خرجوا بشي محاكمات اللي مازال حنا ما فهمنا منها والو، الجماهير الشعبيه باقي كتستفسر على هاد المحاكمات هذه، كيفاش السيد ما ضارب ما هرش شي حاجه ديال الملك العام، وهذاك ماشي هذاك راه ديالنا، كون بغينا نهرسو كون هرسنا في البدايه ديال الحراك، ماشي حتى اليوم عاد يهرس الدعينن ولا يهرس المقلش ولا بوتشيش.